مؤسسات مدنية في مصر في خدمة الشباب والمجتمع. أنت لازم يكون لك دور إيجابي. الناس اللي اشتغلت في أيمن ناس عندها ثقة بالنفس. نزلنا فعلا في الشارع وعملنا ماراثونات ونشاطات جد رياضية بحيث نتواصل مع الناس موجودين في الشارع. مرضى في العراق يواجهون المرضى والأطباء أيضا. الدكتور إذا كان يأخذ 10 سصارخ 15. حملة لتسليط الضوء على المفقودين في سوريا. أنا الشاهد على BBC.